فيلم سبايدر مان لك حل. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. ياب، فيديو ميمز على قناة الوجيه تبع الافلام، ولكن اكيد ما راح نجيب ميمز من عالم الالعاب ولا من عالم عشوائي، اكيد بنجيب ميمز من عالم الافلام، واللي هو وضحوا لي فيه المشرفين في الديسكورد، الله يعطيهم العافية، في ديسكورد الوجيه، في حال انك ما جيت تعال، عندنا فعاليات مرة كثيرة، نسوي بثوث، نضحك، نستهبل، في فعاليات، في العاب، في مجتمع رسامين، في مجتمع انمي، في مجتمع كوميك، مجتمع مانجا، مجتمع مسلسلات، تعال على الديسكورد بتلاقي راوت فلوس في علوم زينة. على كل حال، اللي فهمته من المشرفين الله يعطيهم العافية انه مجتمع الافلام والمسلسلات الميمز فيه ما هي كثيرة، بالذات انه يحتاج لها ترجمة، وممكن يكون في ميم ما هي مفهومة الا للي تابع المسلسل، قصة طويلة عريضة. ولكن حبينا نخوض التحدي هذا، نقول ليش لا، ارسلوا ميمز يا حبيبي للمسلسلات والافلام، او ميمز للوجيه، ونشوف هل فعلا ميمز الافلام والمسلسلات ممكن تنافس الميمز في عالم الالعاب والعالم العام بشكل عام. بنشوف، وان شاء الله تطلع معانا حاجة حلوة. وعلى كل حال، اذا انت مشترك في القناه اشترك، ولو انت فعل جرس التنبيهات فعله، لانه مره ضروري على اساس توصلك التنبيهات وكذا كل ما ينزل فيديو. واذا عجبك الفيديو اضغط لايك، ولا تنسى تشيك على الفيديوهات القديمه. وياب ليتس جو، خلينا نشوف. يقول لك كل ما اشوفه افرض ضحك. شربت قليلا من البيره فلا شيء عليك. مفترض انه الميمز للافلام يا عيال، ايش السالفه؟ هذا لا كانوا يرسلوا ميمز عشوائيه هنا، بعدين طلبت منهم تبع الافلام. العيد هذا قيمه 10 من 10 كحوارات ودراما وكوميديا. شخصيات اسطوريه، الوالد جسد الشر المطلق بالمجلس، وحوارات ودراما وفلسفه واقعيه، كل لحظه يتكلم فيها يزيد الاكشن والحماس بالمجلس. الله عليك. حلوة حبيت. دكتور يا شباب كيف رفع الصوت؟ اضغط Alt F. اح الله، ذا المقلب يا ولد كان يمشي زمان، الحين ما اظن يمشي يا اخي. خلاص يا عيال، وين ميمز الافلام يا عيال؟ ايش الكلام الفاضي؟ اخيرا اذا قلت راجنر عم جون سنو وحسابك بدا يعلق. الحساب تهكر. بدي اعرف ايش كان يسوي وقتها، انا ما تابعت صراحه بونيشر كامل، تابعت اظن منه موسم وسحبت عليه. يا اخي مشكلتي انا والمسلسلات، بس ردت فعلي انا تخوف. انا بعد مشاهده من مسلسل انا بعد مشاهده زيرو اقل من جزء من الثانيه مخي قفل. اتفق. هذه حلوة، بس لازم تكون تلعب ماينكرافت عشان تفهمها. حلو حبيت. فيلم سبايدر مان لك حل. انا ما فهمت، بس نظرات توم هاردي تتكلم، ايش السالفة؟ فيلم سبايدر مان لك حل. يا ولد ايش هذا؟ ايش الميمز؟ انا ماني داري صراحة وين بنوصل بالميمز هذا يا اخوان، بس اوكي. فيلم سبايدر افقع قمورة. ثانوس قتل قمورة في نفس الوقت. ثانوس اي لاف قمورة. كذاب كلي كلب. سيلفي كيلز كانك. سيلفي اللي هي لوكي البنت قتلت كانك. والله ما ادري بتفهم ولا لا. خلاص وي ار فري بيتش. اذا جيت اقنع فانز لكاسا ان ذا ليفت اوفر افضل. No, it was a huge movie. It was the lead. No.
مو شرط لكازا يا اخي، ذا لفت اوفر احس انه صعب يا اخي، مو اي واحد يقدر يتابع. هل تود رؤيه مسدسي؟ صح. ايش السالفة؟ يا اخي هذا الولد انتشر الفيديو حقه ذا بشكل مرعب. والله من جد خلي افلام الكرتون تنفعك. اوكي قليل الميمز صراحه حق الافلام، معظمها ما في اصلا، ما في ميمز افلام. خلونا نشوف العين ميمز الوجيه، الحين نشوف ميمز ايش الوجيه. بدك تشيل البطل تبعه تقول له يا ابوي اوخر، هذا مو مكانك، وتجيب بطل ثاني. ايوه ورق جنبي ورق جنبي. شفت فيلم جانجز في نيويورك؟ يب. هتشيل كاميرا الجهاز. انت مال امك انت، انت مالك انت مال شكلك. حبيت حبيت. لا جالسين نسولف، ها ليش بنشيلها ولماذا؟ يا جماعه الاشرطه انا راحت عليك يا ماهر والله راحت. يا جماعه الاشرطه انا راحت عليك يا ماهر. اللغه العربيه في وضع الصدمه. الفيلم اوكي دو بس باسكر. يا اخي احب المشهد ذا اللي بيني وبين ماهر. اوسكار هل اوسكار حلو. حبيت حبيت. خذ لايك ما اعرف ايش، حمله عشان تشوفه. اوكي سؤال كرييتي كرييتي. انت في جزيره. ايه كرييتي ده سالته براء من 10 سنين. ايوه بالله جد والله. سؤال مع السلامه. ترى انا انسحب. تفضلي. لانها مصطفى على التهذيب. تعرف يعجبك ولا ما يعجبك اذا ما تابعته مو زي كذا. هذه المسلسلات زي لما قلت لك تابعت بيكي بلايندرز وسحبت عليه ما عجبني. حبيت. خذ لايك. اول مره اسوي فيديو في التركيز على الفكره. بس ليش؟ لان تفتكر المشهد حق افنجرز اسامبل. تمنيت اكون معاه. انت مين بيان؟ ابغى اجري. لكن ابغى اجري. ابغى اجري باتجاه ثاني. يا ماهر صرخت صرخه في السينما. لا تقول. حلو بس كان يبغى لها ايش؟ كان يبغى لها اخراج افضل. كان يبغى لها اخراج افضل ولا ابداع. حشيل واشنطن وححط بداله نسخه شابه من ادريس الف. اوكي بلا ما انترستد ما تفرق. والله انت حيوان تعال. ايش هذا؟ بعد يقول لك يا ماهر هذا السؤال كرييت كرييت. انت في جزيره. ايه كرييت ده سالته براء من 10 سنين. ايوه بالله جد والله. لا تقتل المتعه يا مسلم. لا تقتل. حلو خذ لايك. سلطنتني بارك متكامل راينر واخو ايرين. انا بس نظرة ماهر هنا. شوفوا شوفوا نظرة ماهر. راينر شوفوا واخو ايرين. ربي نسي مظبوط بس
اخ يا ولد والله طويل الفيديو يا ساتر حريت. طيب يا جماعه الله يعطيكم العافيه، صراحه انا توقعت يعني ايش انه الميمز كلها تكون عن الافلام، بس شفنا شطحات يعني مو عن افلام، افلام مسلسلات انمي اي شيء بس له علاقه ايش في تخصص، بس صار في فوضى صراحه في النص. فلكن ياب اي هاد فن صراحه، واللي عنده ميمز اضافيه يقدر يستخرجها من فيديوهاتي انا وماهر او من عالم الافلام والمسلسلات، يدخل على الديسكورد يجي يضيفها في روم الميمز او ميمز الوجيه، وان شاء الله اذا طلعنا باشياء حلوه المره الجايه ننزل الفيديو. الفيديو ذا بينزل لانه كذا ولا كذا انا بستخدمه ايش للتسويق للديسكورد، لانه نبغى ايش نرفع التفاعل في الديسكورد عندنا. وحياكم والله في ديسكورد الوجيه، وشكرا لكل المشرفين القائمين على العمل والشغل الجامد اللي مسوينه في الديسكورد اللي انا مش فاهم منه اي حاجه صراحه. الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب لو اعجبكم الفيديو، تفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. كم معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.